تشدها الوجيعة، تشربك الكعبة، لكنها ما حستهاش تحسنت وكل. وسكرها بريود هذه كلها طالع، معناها فوق الماكينة 5 غرامات فوق، كانت تلعب لاباس عليها، تقلب في الروضة كذا، عملوا التمهيدي سكر مدى الحياة. تبدأ تبكي علاش معناها من العباد الكل، كان أنا ساعات مثلا باش نخرج للشارع باه، نخرج باه نحب ناكل هذيك، نحب ناكل هذيك، ما عادش نحب نخرجها. طفلة أنا حسيتها ضاعت مني، معناها خايفة لكلاوها ينجيش، معناها النار أبار السكر كلوتها. أنا تعبت معاها هي بالضبط، معناها نفسانيا وبدنيا ومعنويا وماديا وكل شيء الحمد لله. أنا بشرى، عندي 4 بنوتات، ويسمى عندي حالة بنتي مريضة، مرضت لي بالسكر من جام في عام الأول. حالتها معناها مش مستقرة، معناها السكر مرة يطلع مرة يهبط، معناها كل شيء. جاء عندها تاو مشكلة في الكلاوي، معناها حجار في الكلاوي، ما زلت معناها ما فهمت من حالتها حتى شيء. معناها نمشي كل ونمشي ساعات للسبيطار وكل، نقول مكرشة منفخة يعملوا تحاليل يقولوا لاباس تروح. معناها حبيت نشوفها وضعية بنتي، معناها فمش طبيب ولا أي شكون معناها يعرف يشخص لها حالتها من الجديد. انت قلت لي مشيت للسبيطار وقالوا لي كرشها عادية يعني، وانت ترافيه اللي هي منفوخة. اي هما مرة الأولى قالوا لي من أول بداية أنسولين، معناها كل شيء يتعمل هكا كنفاخ، لكن من جام في من عام الأول وهي معناها تتنفخ وتوجع فيها الشيرة بجنب كي اللي صار كل آخر. عندها جي شهر مشيت عديت عليها، قالوا لي وسخ معناها في الكلاوي. الجمعة اللي فاتت هزيتها كيف كيف، ما وجيعة شدها كريز، معناها وجيعة كل، هزيتها للطبيب يا أخي كل حجر في الكلاوي معناها، وجيست عطاها دواء وكلمه وكهو، معناها تشدها الوجيعة تشربك الكعبة، لكنها ما حستهاش تحسنت وكل. وسكرها بريود هذه كلها طالع، معناها فوق الماكينة 5 غرامات فوق. ولدت لاباس، حبالتها كاملة زادها لاباس. الحالة الوحيدة معناها عام الأول أنا في 18 جام، في زدت بنوتة أخرى معناها ولدت وكل، دخلت عملت عملية وخرجت. حكيت ما عنديش حتى 15 يوم، معناها ما زلت ما عنديش حتى 15 يوم، مستبردة قريب وكل، على أساس قريب معناها هزينا عادين على هناك وسكر طالع، وقعدت رقدها في السبيطار قدت أنا وياها وبنتي صغيرة يسمى كيف ولدت هذيك، خليتها معناها عندي شكون، وبقينا في العلاج هكاك مدة 12 يوم في السبيطار. حالة بنتك مخلقتك؟ اي انا بدي معناها قلت حالتها متعبتني، خاطر حالة ساعات لا لحظة معناها عايشة معاها ساعات حالة هستيرية، تبدأ تبكي علاش معناها من العباد الكل، كان انا ساعات مثلا باش نخرج للشارع باه، نخرج باه نحب ناكل هذيك، نحب ناكل هذيك، ما عادش نحب نخرجها معناها ما عادش تحب تخرجها حفاظا على يعني رغبتها وشهواتها وطفولتها. اي حفاظا كاكا. وكل طبيب ما نكذبش عليك، انا كل واحد شي يقول لي معناها النظام الغذائي نتاعها كل مره ما تعطيهاش الحلو، ما تعطيهاش كذا، ما نتبع النظام هذاك، لكن هي سكرها مش مريك. نحب نشوف معناها شكون حالتها من اجس كازيت، خاطر مش عارفه شنو بالضبط، كيما النفاخ نتاع الكرش والكلاوي، خايفة لا يضر معناها كلوتها ولا إلا حكاية معناها. شبيني كي نحكي معاك نحس فما الدمع في عينيك، علاش وشدتها؟ خاطر بالحق تعبنا أنا وياها. كيفاش تعبت؟ تصور أنت إنسانة معناها نافسة كي ما عنديش حتى 15 يوم، كي ولدت بالطفلة الصغيرة نلقى روحي راكدة في السبيطار، جرح نتاع العملية معناها نلقى يسمى عمل سكر مدى الحياة، مش معناها حتى باش نسأل معناها نسألهم شنية يتنحى ما يتنحاش وكذا، ما عادش تسألي على معناها يتنحى ولا تبع العلاج وكهو. وهي معناها حالتها تشوفها كالم طويكة، لكن ما عندك حق، ما معناها تعب بصفة كبيرة، سواء معناها ماديا وإلا نفسيا وكله الحمد لله. كانت تلعب لاباس عليها، تقلب في الروضة كذا، عملوا التمهيدي
قرت معناها شهرين وكل ما كملتهمش، حالتها ولت حالة هستيرية، راهي تبكي باش ندقوا الزريقة، راهي بالعذاب بالبكي، معناها حالة يعلم بها كان ربي، معناها ما نحكي لكش. انا اللي مريت بيه، انا نفسيا مثلا نفسيتي تعبه معناها من الحاله هذيك، معناها شوف انسان خرج من عمليه، يلقى بنته كانت لابس عليها كل سكر وسكر، معناها كان قوي ماكينه ما قراتوش معناها كل، وفي نفس الوقت لازمني انا نخدم معناها على حالتها هي النفسيه وحالتي هي النفسيه، وبيبي في ايدي وبرشا حاجات، معناها في الليل مثلا كي ما نفيقش، مثلا ما نفيقش ما باش نقيسلها ولا حاجه، تنجم تكون طحلها سكر ولا نجم يطلعها، معناها لازمني ديما بحذاها، ديما بحذاها، اي ديما عينك عليها. اي ديما بحذاها كل شيء، معناها من اللي مرضت هي حياتي بالنسبه لي انا حسيتها وقفت وقعها، والحمد لله وقعها، وديما واحد يقول الحمد لله ابتلاء من عند الله. الحمد لله. يعني كما قاعدين نشوفوا سالة وبيت. ايه سالة وبيت، وهذيك 4 صغار عايشين فيها وستة من الناس معناها. نعرفوا اللي المريض بالسكر عنده ماكلة خاصة ماكلة خاصة كنا والسكر متاعه خاص وعنده دواياته، انت كيفاش عاملة فيهم؟ كيفاش قاعدة تجيب في الدوايات هذوما؟ انت تخدم راجلك مكفي؟ كيفاش راجلي يخدم لكن ما عادش منجم بحكم معناه الطفلة ليسي وبرشا حاجات معناه وكل ادواء بنتي كانوا مثلا زرار الانسولين معناه ناخذوه في من السبيطار، تو ما عادش ناخذوه على حسابنا، معناه علاش تاخذوه على حسابكم؟ قالوا لكم تمشي للسبيطار ما فماش، ماهوش موجود مفقود، يعني الانسولين توا في السبيطار بلا سبيطار تمشي له؟ انا ما كنت في جابس معناه كل، جيت يسمى اي سبيطار نمشي له، في جابس نمشي برشا مرات، مشيت مرتين ولا ثلاثه ما فماش، يعني السبيطارات نتاع جابس ما فيهمش انسولين؟ ما فيهمش نمشي ما فماش، واللي انا ناخذ على حسابي. قداش الدبوزه نتاع الانسولين؟ والله مش عارفه، يا 15 يا 17 الزوز مع بعضهم، اما بالنسبه للتويكه هي بحكم الطبيب قال لك مش ماشي معاها، معناها عديت عليها معناها لبرا بالفلوس كل، معناها مش ماشيين معاها، ماذا بيهم السيلوات، وانا السيلوات ما نجمش نشريهم 300 قداش السيلوات؟ 360 360 اي ما نجمش نشري، وهذا قرار ابار الماكله وابار لي بوندالات، بوندالات بتبعتنا ماكينه، فما شكون عطاها لي ما شريتش، ما نجمش نشريها، عطوني اصحاب الخير مدوا لك الماكينه. اي وقت اللي مرضت بنتي في السبيطار فما شكون جاني معناه تبرع لي بالماكينه، خاطر هما اصلا في السبيطار قالك ما نجموش نسيبوها لك الا ما لازمها قياسات بالساعه وكل شيء. تو كل ساعة تغسلها؟ نقصت شوي كي تبدا متقلقة معناها برشا، كل لازم هكاك خاطر الأعراض متاعها كيما الطلوع كيما الطياح، معناها ما عندهاش عرض معين، معناها تنجم أعراض متاع الطياح وهي طالع، معناها ما إلا بالقيسان، معناها مشكلتها في القيسان هذوك متعبها زاد بالسيف. تحس في روحك مقهورة؟ أنا مقهورة وتعبة ما غير واحد، حاجة الوحيدة نتمناها هي بنتي يسمى يشوفوا لها حل من دواياتها من كل شيء على الأقل، أنا سيئة بالنسبة لعمري، أنا سيئة، أما هي صغيرة معناها هي النوارة اللي تشوف بها الدنيا، هي بطبيعة بنتي معناها تو خاطر باش تدخل مدرسة وكل باش تتعب هي نفسانيا في الدار، تويكا تتعب، نحن في الدار معناها اخواتها وكل نمشوا بالنظام ماكلتها هي، ما نجموش ناكلوا حاجة مثلا. عائلة كاملة تعبت؟ تعبنا العائلة وباباها تعبت، اخواتها زاد اخواتها، انا عندي بنتي بصراحة كل يوم تبكي من اللي مرضت اختها، وهي نفسيتها تعبت على اختها، كانت لاباس عليها معناها تلعب معاهم عادي وكل شيء، تولينا مع السكر طلعها معناها طاحها، ما نجمش تحدد كان بالقيسان، وهنا في تونس ما فماش حل بالنسبه لتونس، فماش حتى حل، انا السيلوات ما نجمش نشريهم، ما نجمش نشريهم معناها الزرارق الاخرين العاديين كيف كيف، ما مش نقول لك،
طفلة أنا حسيتها ضاعت مني، معناها خايفة لك لو تجيش معناها نهار أبار السكر كلوتها. أنا تعبت معاها، هي ضابط معناها نفسانيا وبدنيا ومعنويا وماديا كل شيء الحمد لله. يعني اخواتها محرمتهم، اخواتها مثلا منقص على اخواتها على خاطر هي، على خاطر هي، خاطر هي مريضة، هي مريضة تو معناها حتى الطبيب تقول الانسولين مش للدرجة هذه، نهار كامل تحب تاكل، نهار كامل، نهار كامل ما تبقاش ساعة هذه معناها، وهي مطلوب عليها بعد ساعتين باش نقيس، قالك خليها على راحتها وما نجمش هنا زيادة. مثال يا غرطة بحاجات كسكسي هذاك ما نجمش ناخذ 7000 رطل ولا اللي هو ما يكفيش وجبة ولا اثنين، الماكلة البيو كلها غالية، هي طو مثلا حتى تشتي شوكولاتة تبكي تبكي، معناها ما نجمش نشريها يعني، ما نجمش كثر القهرة دمعة جفت، معناها وضعية بنتي تقهرت عليه. وما نحكي لكش وضعية أخرى، معناها صاير بنتي الزوز راهم بناتي مرضوا لي، مرضى هذه مرضت لي بالسكر، وبنتي الأخرى كيف ولدتها راهي مرضت بالهواء هذاك، حاصل معناها وصلت للنعاش، معناها شعره لما وضعي معناها صدمتين جوني مع بعضهم فوجرت بعضهم، راني خرجت بنتي هذه قعدت 12 يوم في السبيطار، بقيت 3 أيام في الدار، ورجعت رقدت بنتي الأخرى في السبيطار، معناها يعني عشت في السبيطار. اي انا خرجت معناها من عملية نلقى بنتي هذه بالسكر، نلقى بنتي الاخرى برونكوليت معناها، ما وبنتي وصلت للموت الصغيرة، معناها زوز معناها بناتي وصلوا لي وضعية متاع موت، معناها في السبيطار الطبيب قال لي حاجة وحيدة ركب لها ماكينة الاكسجين، قال لي ادعي لها، معناها راني وضعية بالحق مريت بها الحمد لله وكهو، ما عادش نجم دواياتها وكل من معناها يشوفوا لها بعين الرحمة، خاطر بلي عمرها 5 سنين مانيش بنتي قاعدة تضيع من يدي، معناها كان جيت عندي معناها إمكانياتي المادية باهية وكل راني معناها شفت لها حل. انا تو عندي بريسك قريب العام هاني، في كل مجهودي كل عملته معناه بابا ما عادش ينجم معناه كل، والحمد لله.